فهمني ليش طلعت السيد جاي من السجن؟ رحت لحتى شوفه وهو مسجون. أنا كنت حابة كتير شوفه وهو عم يتعذب، بس هالشي ما تحقق بسببك. هلا أنت بدك تفهمني ليش هيك ساويت؟ أنت اهدي يا دورغا. الحقد والحب الحرب مثل الحصان البري تماما، إذا ما عرفتي تروضيه بتفقدي السيطرة عليه نهائيا. بس الواحد لحتى يقدر يتعامل معه لازم ذهنه يكون صافي. لما منكون داخلين بحرب لحتى نفوز بهالحرب هي، ضروري نحنا نخسر بهالحرب كم جولة. بس انتي ما رح تقدري تستوعبي هالشي، لأنه بهالوقت هاد ذهنك مانو صافي. ورح يشرح لك هالشي، بس حس انه ذهنك صافي. بشو صافن يا ابني؟ ليك الأكل قدامك كل شي لقمة، انت لازم تاكل. كلياتنا عنا نفس الإحساس، الواحد منا ما إله نفس ياكل يا ستي. وهذا اللي اسمه برجيت ديب خلى هذا البيت كله عايش بالتوتر. بس لو أعرف شو مستفيد أو حتى شو ناوي يعمل بهالبيت. يلي بعرفه إنه ما حدا بيساوي شي بدون سبب. انت معك حق يا ابني، حتى الجيران ما بيحاكوا بعضهم إذا ما بدهم شي. أكيد هو بده شي لحتى عم يلاحقنا هيك. بس شو هالشي هاد؟ وليش معتبرنا أعدائه؟ يا خالي، أنت وأبرجيت ديب في عداوة قديمة بيناتكم؟ تتذكر شي؟ أنت قابلت حدا بهذا الاسم من قبل؟ يمكن هالشي صار من زمان كتير ومالك متذكره، لأن الناس بهي الأيام اللي وصلنا لها بتحقد على أتفه الأسباب. رانفير، أنا بعرف أني ما قابلت هالرجال، حتى أني ما بعرف شكله، وين ساكن، شو بيشتغل، ما بعرف شي. أنا ما بعرف مين بيكون هذا أبرجيت ديب. بس أنا بعرف مين بيكون السيد ديب. أنا بعرفه وبعرف وين ساكن وهو مين بيكون. بس أنتو ما بتحبوا تسألوني أبداً، ما هيك؟ لأنه أنا ما إلي أي أهمية بهالعيلة. ومين أنا؟ أنا ولا شي. هلأ أنت معك حق، لأنك أنت فعلاً ولا شي، وكل اللي صار كان بسببك أنت. إذا في عنا عدو هون بالبيت، كيف بدنا نفكر بالأعداء يلي برا؟ بصراحة أنت أزيتينا كتير بيا، ونحن ما بدنا منك أي مساعدة. اهدي يا رانو، وإذا بيا بتعرفوا لهالرجال، ليش لحتى ما نطلب مساعدتها؟ ما بهمنا شو هي، لأنه لساتها من العيلة.